يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، مش بس بدايه حلقه جديده ومش بس بدايه اسبوع جديد، لكن الحقيقه هي البدايه الفعليه لفصل الشتاء. كل سنه وحضراتكم طيبين. اللي هينزل من بيته او يتحرك الجو شديد البروده، وطبعا زي ما تابعتوا على مدار الساعات الاخيره اغلب انحاء الجمهوريه يمكن سقوط امطار شديد. كل سنه وانتم طيبين، وعلى الرغم من شده بروده الجو الا انه الاهلي نار الحقيقه. يمكن تابعنا كلنا طبعا، مبروك بدايه طبعا 3 نقاط، ومبروك بدايه كمان العلامه الكامله، وهو الفريق الوحيد في الدوري اللي استطاع من 4 ماتشات انه يجمع 12 نقطه. لكن الحقيقه زي ما قلت لكم ومحتاج ارجع بيكم مره ثانيه للكلام اللي قلناه، انه بدايه الموسم ده هو بدايه اكتمال التجربه الحقيقيه لمستر موسيماني، وان الولايه الثانيه لمستر موسيماني هتختلف كثيرا شكلا وموضوعا عن بداياته الاولى. ليه قلت الكلام ده من فتره في ومن حتى من قبل ما نبتدي الموسم الجديد؟ لان كل الظروف والعوامل اللي كانت معاكسه للنادي الاهلي بشكل عام والبيتسو موسيماني مدير فني بشكل خاص في الموسم الاخير انتفت تماما. كل الحاجات اللي وقفت في طريق النادي الاهلي وما خليتوش يقدر يحقق كل البطولات اللي شارك فيها اختفت تماما. قماشة النادي الاهلي السنه دي تختلف تماما عن قماشة النادي الاهلي السنه اللي فاتت، والخبره والنضج والمستوى اللي وصلت ليه لعيبه النادي الاهلي تقدر تقول انه الموسم ده ومن بداياته الروح الفانيلا الحمراء في اعلى مستوياتها. شفنا ده وترجم بشكل فعلي في 4 ماتشات لعبهم النادي الاهلي، وهم سيناريوهين تقدر تبني عليهم وتقول ما لهمش تالت. اما انه الفريق اللي بيلعبنا هيفتح خطوطه وهيحاول انه يهاجمنا وهيحاول انه يفكر في انه يطمع في النادي الاهلي، فهتكون النتيجه خساره ثقيله جدا. والسيناريو ده اتكرر مرتين، مره في بدايه الموسم مع الاسماعيلي وكانت النتيجه 4، ومره مع نادي الزمالك في 3 مواجهات الموسم وكانت النتيجه 5. السيناريو الثاني انه الفرق هتتكتل وهتحاول انها تلجا لكل الاساليب الممكنه والغير ممكنه، الشرعيه منها والغير شرعي برضه، عشان تحاول تخطف نقطه التعادل وتحاول تستغل حاله التكدس الدفاعي في انها تخرج من المباراه على الاقل بنقطه. وده حصل في مرتين برضه، مره مع البنك الاهلي ومره في ماتش المقاولين، وفي النهايه اثبتت التجربه انه مفيش دفاع ممكن يصمد امام هجوم النادي الاهلي. وخد بالك كمان من نقطه في منتهى الاهميه، وهي انه امبارح كان في سوء توفيق شديد جدا. طبعا احنا تابعنا المباراه وانا كنت بتفرج عليها، وكان الواحد اعصابه مشدوده، وكانت كل فرصه بتضيع بتخلينا نروح لسيناريو اصعب. لكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم، لو التوفيق كان حاضر في مباراه المقاولين امبارح كان الاهلي فاز بسكور كبير جدا. ودي النقطه المفترض تكون الشغل الشاغل لمستر موسيماني، مش بس علشان ماتش المحله، لا على مدار الموسم كله، اللي بعتقد انه ان شاء الله باذن الله يكون موسم ناجح. وشايف مقدمات بتقول لو حافظنا على مستوانا وحافظنا على تركيزنا، وخدوا بالكم لسه لعيبه كتير جدا في الاهلي ما خدتش فورمه، ولسه لعيبه كتير في النادي الاهلي ما انسجمتش انسجام كامل. يعني حط في الخانه دي على وجه التحديد بيرسي تاو، خوسيه لويس ميكيسون، حسام حسن، كريم فؤاد، اللعيبه دي ما تاقلمتش بالشكل الكافي وما وصلتش للتوب فورم بتاعها، وان شاء الله باذن الله يوصلوا له في اسرع وقت ممكن. عشان كده بقول ان قماشه الاهلي السنه دي تطمنك، والاهلي قادر يحقق العلامه الكامله مش بس في 4 ماتشات، في كل الماتشات في كل المواجهات محليا كانت او افريقيا. المباراه الوحيده اللي استثني منها او استثنيها من الموسم كله واللي توقع ان ممكن يكون ليها سيناريو مختلف عن بقيه المواجهات اللي هتحصل على مدار الموسم اللي جاي كامله، هي مباراه تشيلسي ان شاء الله لو وصلنا ليها في كاس العالم او نهائي كاس العالم انديه. لو تشيلسي وصل كاس العالم انديه ووصل نهائي والاهلي وصل نهائي وتقابلوا مع بعض، دي المباراه الوحيده اللي اعتقد ان ممكن يكون فيها سيناريو مختلف. ما عدا ذلك افريقيا ومحليا شايف على الاقل انه الاهلي قادر وبشده، قادر وبقوه. كل التوفيق لرجالتنا، ونفكركم طبعا بسؤالنا اللي هيستمر ان شاء الله لغايه يوم الاثنين، لغايه موعد المباراه اللي جايه ان شاء الله امام غزل المحله، وهي بالتاكيد مباراه صعبه وليست هينه. كل المباريات صعبه وكل المباريات متفقين فيها انه الفرقه اللي قدامنا بتستقصد الشكل اللي لعب بيه المقاولين امبارح قدام النادي الاهلي، يقول ان المقاولين كان بيلعب على بطوله، وهكذا كان البنك الاهلي، وهكذا بالتاكيد الزمالك والاسماعيلي. عشان كده بقول ايا كان الفريق او ايا كانت الفرقه اللي احنا بنلعبها هتقابله وهتواجهه نفس الشكل ونفس الطريقه اللي شفنا بيها مباراه المقاولين او مستوى المقاولين في مباراه امبارح. مين هم افضل 3 لاعبين من وجهه نظركم في مباراه الاهلي والمقاولين الاخيره؟ الاجابه طبعا زي ما اتعودتوا وزي ما جماهير السادسه اتعودت على صفحاتنا على البوست ده، على صفحاتنا على السوشيال ميديا، على تويتر، على انستجرام، على الفيسبوك، في انتظار
رأي جماهير النادي الأهلي. ندخل في حلقتنا النهاردة ونبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والعناوين. موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ وقمصان في ميران الأهلي. تدريبات بدنية متنوعة لاعبي الأهلي استعداداً لمواجهة المحلة. تدريبات استشفائية للشناوي وأشرف وبنون. موسيماني: حققنا فوزاً صعباً على المقاولون ولكن نستحق. كيروش يعلن قائمة المنتخب لكأس العرب واستبعاد 16 لاعب. وأسطورة أرسنال محمد صلاح يستحق أي راتب يطلبه من ليفربول. اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه انه لولا غياب التوفيق كان مباراه امبارح الحقيقه كانت انتهت بسكور كبير جدا لصالح النادي الاهلي. وخليني اقول لحضراتكم انه اللي شغلني وانا بيتهيألي انه بيتفق معايا في ده كل جماهير الكوره، يعني الناس اللي بتحب الكوره او اللي بتشجع النادي الاهلي عشان الكوره، كوره النادي الاهلي، مش هتختلف معايا في فكره انه عندنا حته ناقصه، عندنا حته مرتبطه بالفعاليه الهجوميه، او يعني انت عندك قدره انك انت كل الارقام امبارح بتاعت المباراه بتقول انك عندك قدره على الاستحواذ، عندك قدره على صناعه الفرص، انت الاخطر، انت الاقوى، انت الاقدر بدنيا وفنيا وخططيا. لكن عشان تترجم ده، عشان تترجم ده على مدار 90 دقيقه، انت اللي فيها المستحوذ وانت فيها المسيطر وانت الاكثر خطوره، فتنتهي المباراه 1-0، ده معناه انه في حاجات ناقصه. في حاجة ناقصة مرتبطة باللمسة الأخيرة، طبعا في حاجات مرتبطة بالخصم والمنافس، يعني تألق أبو السعود امبارح، أبو السعود شايل امبارح على الأقل جونين ثلاثة أو كورتين ثلاثة، إجوال مؤكدة، العارضة شايلة، القايم شايل. لكن احنا كمان عندنا حتة ناقصة، يعني حتة ممكن تكون مرتبطة بالعامل النفسي عند لعيبة النادي الأهلي، وهي إنك أنت هتكسب أو المكسب جاي في أي لحظة من لحظات ال 90 دقيقة. وحتة تانية مرتبطة بالتوتر من الخوف على المكان، يعني خوف على مكانك في الملعب، على مركزك في الملعب، انك انت عايز تخلص او عايز تسجل عشان تاكد على جدارتك بانك تكون موجود دايما جوه الملعب، وبالتالي ده ممكن يجي بنتيجه عكسيه ويوترك شويتين. لكن في جميع الاحوال انا ما عنديش شك انه النادي الاهلي شكلا وموضوعا السنه دي افضل بكتير جدا من السنه اللي فاتت، وبالتالي معظم الجماهير، ومش بس الجماهير، يعني دي مثلا دي من كانت شريف، دي خلصانه يا شريف. شريف محتاج يجيب جون او اتنين، انا بتهيألي شريف محتاج يسجل بأي شكل من الاشكال، وده الى حد ما في سن التوتر، في سن التسرع، عايز يجيب الجون باسرع ما يمكن. لكن طبعا ما فيش شك طبعا انه شريف ومعاه حسام حسن ان شاء الله باذن الله يعني اتنين من افضل المهاجمين في مصر، وباذن الله ينافسوا على لقب الهداف. النهارده طبعا كان في كرة الأكرم الحقيقة، مش عارف لو الكرة اللي خدها، لا مش الكرة اللي عملها في العارضة، أنا بتكلم على الكرة اللي اتحسبت على أكرم توفيق، طبعا دي الكرة اللي جت في القايم في الشوط الأولاني، وكان برضه فرصة هدف مؤكد. شوط ديانج دي يعني مش شوط ديانج، هي الكرة دي جون أو فرصة مزدوجة، فرصة أكرم هنا جون وفرصة ديانج كمان جون. الهيد بتاع حمدي فتحي اللي في الشوط الأولاني برضه اللي شاله أبو السعود طبعا يعني تقريبا جون. الشوط الثاني بقى حدث ولا حرج، طوفان من الهجوم الاحمر، طوفان من الهجوم الاحمر، ورحنا كتير ووصلنا كتير وضيعنا كتير قوي، ودي الحقيقه قلقتني. مبسوط باداء الاهلي، مطمن قوي على اللي جاي، بس حاسس انه دي برده كانت ممكن تخلص. هو يعني طبعا ما لبستش، هو فكره شريف طبعا طب ممكن نرجع بالكره دي تاني لو ممكن بتاعت شريف، لانه برده في ناس راحت في اللقطه بتاعت شريف دي، الكره دي كره الثرو باس الطويل ده، لانه هنا في مسك، بص لفاروق، في هنا شد ومسك من ايد شريف، ده افقد شريف توازنه. يعني وفي لعبات كتيره جدا الحقيقه عليها علامات استفهام، يعني برضو طبعا كابتن ناصر عباس حلل كل الحالات التحكيميه امبارح، لكن دي فيها شك كبير جدا انها تكون ضربه جزاء، لانه اللاعب في الموقف ده وهو تقريبا واقع على الارض او بيقع على الارض وبيتشد كده وبيلعب الكوره، سهل جدا انك مسكه الايد دي تفقد اي لعيب اتزانه وتوازنه جوه الملعب. خد بالك اللعيب وهو مندفع اقل لمسه، اي لاعب بيجري بسرعه كبيره، اي لمسه مهما تبان خفيفه جدا، اي شده تيشيرت
اي احتكاك مثلا بركبه لاعب في فخده لاعب، اي احتكاك بسيط جدا يؤدي على طول اوتوماتيكي كده من غير تفكير لفقدان اتزان. مش لازم الفاول او المخالفه تكون معركه عشان الحكم يصفر يعني. لكن انا كمان من الحاجات اللي لفتت نظري جدا الكارت الاصفر، دي كره حمدي اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، من الحاجات اللي لفتت نظري جدا امبارح في واحد من قرارات الغندور حكم المباراه هو الانذار اللي خده اكرم توفيق الحقيقه. لاني يعني الحقيقه الكوره لو ممكن نجيب كوره اكرم اللي خد فيها انذار، انا شايف ان الكوره دي اقل حاجه يعني انها تتحسب انذار على لعيب المقاولين مش على اكرم توفيق، ولو ما اتحسبتش انذار على مدافع المقاولين اكيد ما تتحسبش انذار على اكرم توفيق، لان ما ينفعش انا اخبطك بصدري في ركبك، يعني ما ينفعش انا اعتدي عليك بصدري في ركبك، وده اللي حصل في الواقع. فبالتالي كان انذار غير مفهوم على الاطلاق، واعتقد الالتحام القوي او العنيف ده كان يستدعي، اعتقد في ظني يعني او في تقديري دي وجهه نظر يعني مش معلومه، وجهه نظري انه كان يستدعي انه حكم الفار ينبه الحكم الثاني ينبص على الواقعه، لانها وقعت يعني وقع فيها عنف شديد جدا، عنف شديد جدا، كانت لعبه في منتهى الخطوره على اكرم توفيق. بس اكرم الحقيقه مان اوف ستيل زي ما بيقولوا، رجل الحديد. طيب هرجع سريعا لاخبار نادي الاهلي. النهارده كان في تمرين الاول، كان في اجتماع بين مستر موسيماني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، اتكلموا فيه على الاستعدادات او التحضيرات لمباراه غزل المحله، وبعدها كمان كان في محاضره للاعبين. كمان النهارده يمكن كان في بعض التدريبات، طبعا رانجواجا كان شغال مع الفرقه في بعض البرامج كده البدنيه اللي شغال عليها الفرقه، لكن كان في تمرين خاص للثلاثي محمد شناوي ايمن اشرف بدر بنون، عملوا بعض التدريبات الاستشفائيه كده الخفيفه في اطار البرنامج المحطوط للاعبين. عندي علامات استفهام كبيره جدا على قائمه المنتخب، يعني مش جديد طبعا، كان في ممكن اسمين ثلاثه يبقى مختلف عليهم، لكن تم استبعاد 16 اسم. طبعا كارلوس كيروش اختار النهارده او اعلن القائمه النهائيه للعيبه اللي هتشارك في كاس العرب اللي هتتلعب في الدوحه بدايه من 30 نوفمبر الحالي وهتستمر لمده 18 يوم. محمد الشناوي طبعا في حراسه المرمى، ومعاه محمد صبحي ومحمود جاد. في الدفاع اختار اكرم توفيق، احمد فتوح، محمود الونش، ايمن اشرف، احمد ياسين، ومحمد عبد المنعم، ومروان داوود. خط النص حمدي فتحي، عمرو السوليه، مهند لاشين، امام عاشور، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى فتحي، واحمد رفعت، ومعاهم محمد مجدي قفشه وحسين فيصل. وفي الهجوم محمد شريف واحمد سيد زيزو ومروان حمدي واسامه فيصل. واستبعادات كتيره جدا هنتكلم عليها على مدار الحلقه، ولينا واقفه الحقيقه مع قائمه المنتخب مع اختيارات مستر كارلوس كيروش. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. اللي مفيش شك فيه الحقيقه واحنا بنتابع تصفيات كاس العالم في قاره افريقيا انه في فرق قدرت تقدم مستويات مبهره على مستوى الاداء وعلى مستوى الارقام، وكان منهم الحقيقه مش عايز اقول حصان اسود او عايز اقول مفاجاه المرحله الثانيه من التصفيات، لكن الحقيقه قدمت عروض في منتهى القوه، وهو كلامي طبعا على منتخب مالي. خلينا نروح لمحمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي اللي بيشرفنا ان هو يكون موجود معانا على شاشه النادي الاهلي في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. طبعا بدايه لازم ارحب بيك، بشكرك على وجودك معانا، والف مبروك طبعا تاهل منتخب مالي للمرحله الاخيره من تصفيات افريقيا لكاس العالم. بشكرك جزيلا، هذا شأن كبير لوجود تواجدي هنا على قناة الأهلي، أكبر فريق في أفريقيا. شكرا جزيلا. بداية إزاي شفت تأهل مالي كمنتخب من العشرة الكبار، وإيه هي فرص منتخب مالي من وجهة نظرك كمان في المواجهة الفاصلة والقادمة أمام أي من منتخبات أفريقية في تصفيات كأس العالم؟ في البداية شكرا لقناة الأهلي، وأنا بإني المدير الفني للمنتخب المالي، واللاعب أليو ديانج اللاعب الرائع الذي يلعب في النادي الأهلي. من حسن الحظ أن المنتخب المالي تأهل إلى المرحلة النهائية، وأنا أتمنى أن نستكمل المسيرة التي وصلنا لها
حتى نحصل على الصعود وما وهذا ما نبحث عنه. طيب بمناسبه كلامك عن اليوت زانجو، واحد من النجوم المفضلين لجماهير النادي الاهلي، خليني اسالك على مستواه وعلى مدى افادته للمنتخب المالي، ويهمني كمان اعرف رايك الشخصي في تطور مستوى اليوت زانج في الموسمين الاخيرين. بالطبع اليو ديانج هو لاعب رائع منذ بدايته، هو يمتلك دائما تطور واضح على مستوى الصعيد البدني والفني، هو لاعب مميز وهذا ما يجعله لاعب أساسي في المنتخب المالي، ويمتلك جودة فنية كبيرة وجودة على المستوى البدني واضحة، فهو لاعب مميز ويمكن أن يلعب في أكثر من مكان، وطبعا هي عقليته هي ما تساعده على استكمال هذه المسيرة، ودائما يسعى للتقدم والتطور، ولهذا هو دائما مختار في القائمة الدولية. وبصراحة هو دائما يبذل مجهود كبير بطريقة صحيحة، ولهذا أتوقع له أنه سيتطور أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة. خليني أسألك عن رؤيتك الشخصية أو وجهة نظرك الشخصية في مستقبل اليو ديانج، في ظل تألقه طبعا مع عملاق أفريقيا النادي الأهلي، وفي ظل تألقه أيضا مع منتخب مشاركته مع منتخب مالي. إيه النصيحة اللي ممكن توجهها لاليو ديانج فيما يتعلق بمستقبله والدوريات الأنسب من وجهة نظرك لاحتراف لاعب بقيمة اليو ديانج؟ هل تعلمون اليوم أن تكون لاعب كرة قدم محترف لازم أن تضع خطة للتطور وأن تفعل الكثير من المجهود من أجل الحصول على ما تبغاه، وهو لاعب استثنائي، ومن الواضح أنه أثبت في تواجده داخل مجموعة كبيرة من لاعبي النخبة في النادي الأهلي أنه لاعب مميز، وهو ما يجعله قامة جيدة جدا وما يجعله أيضا مؤهل للعب في المنتخب المالي بطريقة أساسية. اللي أنا أقدر أقوله وأشوفه بمناسبة اليو ديانج مستقبل كبير، لأنه هو يطمح دائما في الأفضل ويطمح في التطور، لأنه قادر على اللعب في أي فريق في العالم، يعني أعتقد أن إمكانياته تعطيه القدرة على اللعب لأي فريق في العالم، يمتلك الأداء الفني المطلوب لمساعدة أي فريق، وهو قادر على التأقلم مع جميع الأنظمة والفرق، وهو ما أثبته مع النادي الأهلي والفريق المنتخب الوطني. صحيح. خليني أرجع مرة تانية للمنتخب المالي، يمكن خطوتين أو مباراتين بتفصل كل منتخب من المنتخبات العشرة عن حلم الوصول لكأس العالم وتمثيل قارة أفريقيا، إزاي هتستعد مع منتخب مالي للمواجهتين دول؟ وهل ليك تفضيل لمواجهة منتخب معين من المنتخبات الخمسة في أصحاب التصنيف الأول؟ ألو، pour reprendre cette question là, permettez-moi quelques. هل من الممكن أن تعيد السؤال من فضلك؟ بسألك عن المباراتين الأخيرتين أو المختلفتين. معانا مستر ماجاسوبا؟ طيب يبدو أنه في طبعا يعني مسيو ماجاسوبا. طيب مسيو ماجاسوبا، أنا كنت بسألك يعني الخطوتين الأخيرتين اللي بتفصل المنتخبات الإفريقية عن الحصول على تذكرة التأهل لكأس العالم، إزاي بتستعد ليهم مع منتخب مالي؟ بون، اون
نحن نعمل بجد ونتمنى أن نحن نكون ممثلين جيدين للقارة الإفريقية ونسعى أيضا للعب بأداء جيد في الكأس الأمم الإفريقية. ونتمنى أن يساعدنا الحظ وأن يحالفنا الحظ من أجل الصعود، ولكن سنفعل ما وسعنا من مجهود. طيب حسب عشان وقتي خليني أروح بسرعة على السؤال بعده. يعني حسب التصنيف الحالي للمنتخبات العشرة، أنت غالبا هتقابل واحد من خمس منتخبات: المغرب، الجزائر، تونس، السنغال أو نيجيريا. من يفضل محمد مجاسوبة ملاقاته مع منتخب مالي؟ ليس لدي أي تفضيل لفريق معين، كلهم فرق قوية ومنتخبات قوية وكلهم منتخبات دولية، يجب الاستعداد الجيد لمواجهة أيا كان الفريق الخصم ضد أيا كان فريق، يجب البذل الجهد من أجل الصعود لكأس العالم، فهو يستحق فعلا البذل الجهد. طيب، وإذا طلبت رأيك في المنتخبات الخمسة الأقوى أو الأقدر والأقدر على تمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم من وجهة نظر مسيو مجاسوبا؟ من رأي وجهة نظري الفنية أعتقد أن الأفضل موجودين هم الفرق الموجودة، هم الأفضل، ولكني بصراحة لا أستطيع أن أختار من الأفضل ومن الأفضل لتمثيل القارة. أعتقد أن العشرة المتأهلين هم قادرين على تمثيل القارة الإفريقية، ولكني ما أستطيع أن أقول أيا كان الفريق الفرق التي تكون متواجدة ستكون على قدر المسؤولية، ولكني ليس لدي فريق مفضل أو أرى أن الخمسة فرق معينين يستحق الصعود، ولكن في كل منتخب بين العشرة يستحق الصعود واللعب في الكأس العالم. طيب، بعيدا عن المنتخبات الخمسة، خليني أخذ وجهة نظرك في منتخب واحد إفريقي برضو شايف أنه ممكن يروح لبعيد أو عنده قدرة على أنه يوصل لأبعد مدى في منافسات كأس العالم القادمة، هل في منتخب إفريقي يصلح للمهمة دي من وجهة نظرك؟ أعتقد أن كل ممثلي قارة أفريقيا اليوم وصلوا لمستوى قادر على تمثيل القارة الإفريقية والظهور بمستوى يليق بحجم القارة، فأعتقد أن حتى خمس فرق من إفريقيا هذا قليل جدا للصعود واللعب في كأس العالم. أعتقد أن نحن وصلنا إلى مستوى يحق لنا ويحق لقارة أفريقيا أن يمثلنا أكثر من خمس فرق في كأس العالم، وأنا أرى أن من ضمن العشرة منتخبات المتواجدين أعتقد أن العشرة يستحقون التواجد وليست خمسة فقط. طيب مسيو مجاسوبا، خليني أسألك على منتخب مالي والكرة اللي بيقدمها. يمكن كلهم أسماء مش من العيار التقيل، ما فيش أسماء زي نجوم مالي اللي قبل كده زي كانوتي مثلا أو زي سايدو كيتا، ومع ذلك قدرت مالي تقدم مستوى ومردود كويس جدا بمجموعة من اللاعبين الشباب. إزاي شايف فرصهم بداية بعيد عن كأس العالم في مثلا كأس أمم أفريقية في الكاميرون مع بداية 2022؟ تعلم جيدا أن مالي دائما ما تخرج لاعبين على مستوى عالي، وأول من حصل على الكرة الذهبية من المالي، ولاعبين دائما رائعين زي سيدو كيتا وعمر كانوتي، وبيلعبوا ولعبوا لأكبر أندية العالم ولبرشلونة ولأندية كبيرة، ولهذا دائما نمتلك النجوم الفريق، ولكن نحن لدينا دائما فريق حتى إذا كان لم يدنا نجوم بأسامي كبيرة، لاعبين على قدر المسؤولية
واعتقد ان الفريق حتى الان هذا قادر على تحقيق الكثير حتى ان لم يكن لديهم اسما لامع في اوروبا. وطبعا يوجد مرحلة أخرى ونتمنى دائما بذل الجهد لنحقق ما نتمنى. مين من تشكيلة منتخب مالي الحالي ممكن تشوفهم إن هم يكونوا امتداد للأسماء الكبيرة أو ممكن يكون عندهم القدرات والإمكانيات اللي تسمح لهم بتكرار تجربة لاعبي مالي الكبار زي كانوتي أو زي سايدو كيتا من لاعبي المنتخب المالي الحالي؟ كثير منهم. الو؟ وي مسيو جوست. الو؟ الو؟ جو ديزي كو يا بوكو دو جور سان سيليكسيون. يوجد الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون ان يستمروا وان يستكملوا مسيره سيدو كيتا. خليني اعرف منك برضه سؤالي الاخير مسيو ماجاسوبا، يمكن في خلال 48 ساعه وتحديدا يوم الاثنين الجاي هيبتدي يتفتح التصويت على جائزه ذا بيست او الافضل في العالم، وبصفتك طبعا المدير الفني لمنتخب مالي هيكون ليك حق المشاركه، صوتك هيروح لمين؟ انا طبعا سوف اختار لاعب افريقي، ممكن جزائري او من السنغال او من او ممكن حارس مرمى، ولكن بصراحه لدي لاعب واحد. محمد ماجاسوبا، ما تحطش محمد صلاح اللاعب المصري في اختياراتك؟ طبعا ده واضح، محمد صلاح هو النجم وممثل القاره الافريقيه، هو اللاعب رائع استثنائي، ولكن اذا اخترت لاعب جزائري سوف اختاره فقط لمستواهم الذي ادوه في كاس الامم الافريقيه الماضيه والاداء الواضح مع المنتخب، ولكن طبعا محمد صلاح يعني لاعب رائع وانجازاته ما تحكي عنهم. ولذلك افريقيا تمتلك العديد من اللاعبين المميزين الذين يستحقوا دائما في التواجد على منصات التتويج. محمد صلاح والعديد من اللاعبين. لو طلبت منك سؤالي الاخير انك انت تحط لي تشكيل من لاعبين افارقه من وجهه نظر محمد ماجاسوبا منتخب افريقيا قادر على المنافسه على لقب كاس العالم، تختار مين؟ ده صعب جدا، يوجد كثير من التفاصيل. افريقيا تمتلك العديد من النجوم من حراس المرمى من المدافعين والمهاجمين، نحن نستطيع اللعب بلاعبين عده في جميع المراكز، لدينا مواهب في جميع المراكز، مدافعين رائعين ولاعبين على اكثر مستوى اكثر من رائع، فاعتقد ان في الوقت الحالي نستطيع ان نفعل ان نلعب بطريقه لعب مختلفه كثيرا بناء على النجوم واللاعبين المتواجده في قاره افريقيا. نحن نمتلك مواهب واضحه، نمتلك مواهب واضحه في كل دول العالم، في كل فريق في العالم يوجد مواهب من افريقيا. صحيح، ومع ذلك يبقى حلم الفوز بلقب كاس العالم حلم بعيد. بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق في مشوارك مع منتخب مالي ومع نجمنا طبعا اليو زانج. محمد ماجاسوبا طبعا المدير الفني لمنتخب مالي قدم عروض اكثر من رائعه ومحترمه جدا تبشر الحقيقه بجيل جديد في الكره الماليه. خليني بمناسبه كلامي معاه عن كاس العالم اخد حضراتكم في جوله كده، وهروح الحقيقه بدايه مع المكسيك لانه الفيفا بدا بالفعل جولته انجاز التعبير التفتيشيه، جوله بيفحص فيها امكانيات الملف المقدم، واحنا عارفين طبعا انه المكسيك مع كندا وامريكا تقدموا بملف لاستضافه كاس العالم، عشان كده طبعا الفيفا ارسل لجنه عشان تقوم بدراسه الملف المقدم وعشان تجري جوله يتقيم فيها الامكانيات في عدد من المدن
المكسيكية، منهم غوادالاخارا، منهم مكسيكو سيتي، ومنهم مونتري المكسيكية. والفيفا طبعا هيعلن عن المدن اللي هتستضيف مباريات كاس العالم 2026، بتتنافس فيها 22 مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المكسيك ومن كندا على حقوق استضافة بطولة كاس العالم 2026. نروح لأوكسبورغ الألماني والدوري الألماني، واحدة من المفاجآت القوية جدا الحقيقة في الدوري الألماني. طبعا أوكسبورغ يعتبر فريق متواضع مقارنة بإمكانيات العملاق الألماني بايرن ميونخ أو بايرن ميونخ. أوكسبورغ امبارح حقق المفاجأة وقدر يكسب بايرن ميونخ في واحدة من المفاجآت الكبيرة جدا في الدوري الألماني. أوكسبورغ تقدم بهدفين، الحقيقة يمكن دي تاني مفاجأة السنة دي لعشاق البايرن، لأنه الحقيقة كانت في خسارة فادحة وقاسية جدا من مونشن جلادباخ، اعتقد كانت ب5-0. لكن يبقى مونشن جلادباخ واحد من الفرق الكبيره اللي تقدر تعمل ده في حتى ولو كانت مفاجاه قدام فريق بايرن ميونخ. لكن اوكسبورغ تحديدا لا، فريق متواضع جدا فانه يقدر يحقق الفوز على الباير بنتيجه 2-1. طبعا ليفاندوفسكي هو اللي احرز هدف بايرن ميونخ الوحيد وقدر يحاول يعدي النتيجه، لكن المباراه انتهت بفوز اوكسبورغ بنتيجه 2-1. نروح اخيرا للبارسا ولكاتالونيا على وجه التحديد، واخبار ساره جدا كانت لعشاق البارسا باستبعاد كومان من المسؤوليه الفنيه وتولي نجم البارسا تشابي هرنانديز لمسؤوليه تدريب برشلونه. يبدو كمان من اللقطات اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي، طبعا داني الفيش كده، هتشوفوا لحظات من او لقطات من التمرين بتعكس حاله سعاده، حاله فرحه. يمكن التكشيره كانت غايبه، يعني في كل اللقطات اللي تابعنا فيها تدريبات برشلونه او استعدادات برشلونه للماتشات مع كومان، كان في يبدو حاله من حالات التعاسه او حاله من حالات عدم الاقتناع. لكن تشعر من التمرين ده انه في روح جديده اتولدت في الفريق مع وجود طبعا تشابي هرنانديز على راس الجهاز الفني اللي هيقود البارسا، وبالمناسبه اول ماتشاته هتكون النهارده امام اسبانيول. خبر يمكن ما يكونش لطيف بالنسبه لعشاق البارسا وهو اجويرو. كون اجويرو طبعا نجم الارجنتين ونجم السيتي السابق ونجم البارسا الحالي، اللي اعلن عن قرار اعتزاله لكره القدم لوجود مشاكل صحيه، تحديدا عنده مشاكل في القلب، عشان كده قرر ان هو او اعلن ان هو اعتزل رياضه كره القدم بشكل نهائي. يمكن بشكل نهائي لغايه الموسم، لكن بعد الموسم ما ينتهي مش عارفين ممكن يكون مستقبل اجويرو في الملاعب ايه. ده سؤال تجاوب عنه بقى وتجاوب لعشاق البارسا عنه الايام. فاصل ويرجع لنا او نرجع لكم بقى مع نجم حلقتنا النهارده كابتن احمد عادل، هيشرفنا في السادسه. هنتكلم على لقاء امبارح بالتاكيد، وهنتكلم على كتير من الحاجات اللي يمكن كانت بالنسبه لجمهور نادي الاهلي علامات استفهام، والاهم طبعا ان احنا نتكلم على اللي جاي سواء غزل المحله او من بعد غزل المحله هتكون ان شاء الله مواجهه سموحه. كل ده في السادسه بس بعد الفاصل. مشوار العلامة الكاملة لغاية النهاردة ختمناه بمواجهة المقاولين. ألف مبروك مرة تانية لكل الأهلوية. العرض والنتيجة، يمكن النتيجة مش مرضية قوي لطموحاتنا دي لجمهور النادي الأهلي، لكن الحقيقة العرض اللي قدمه رجالتنا وجمنا في الملعب امبارح بيقول إن الأهلي إن شاء الله بإذن الله قادر يحقق العلامة الكاملة على مدار الموسم كله. هنقف مع بعض اللقطات في مباراة امبارح قبل ما نروح لماتش الغزل المحلة. طبعا بعد ما نرحب بضيفنا ونجمنا النهارده كابتن احمد عادل. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور يا استاذ احمد، وانا ببقى سعيد دايما وانا موجود معاك. واحنا بنبقى اسعد. خلينا اطمن منك بس على اسكندريه واهلها وناسها في الـ في الـ في الجو العاصف اللي احنا اللي مصر كلها يمكن بتعيشه النهارده، ويمكن المدن الساحليه يمكن هي اللي اكتر بتعاني في الظروف دي. هو ربنا طبعا يحفظ كل اهالينا في اسكندريه، والجو صعب هناك جدا، فاتمنى طبعا ان الامور تعدي بسلام ان شاء الله خير. فان شاء الله يبقى خير، هي بس 3 أيام كده عاصفه وامطار وكده، فان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله. تعدي على خير، كل مصر تبقى بخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تحياتنا طبعا لكل اهالينا في اسكندريه. انا عارف اسكندريه اهلاويه كلها تقريبا، ولا ايه يا كابتن احمد؟ ثلاث ارباعها وربع الاتحاد. ايوه حتى الاهلاويه هتلاقيهم مع الاتحاد برضو، يعني ما فيش شك في ده. طبعا من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي بحب ابارك لمجلس اداره النادي الاولمبي كابتن ناصر الشادي طبعا رئيسا للنادي، ودكتوره ماجده الهلباوي نائب للرئيس، استاذ حسن مفيد امين صندوق، وهاب الكاس طبعا، واحمد ابو زهره ومحمد عصام. والله وحشنا الاولمبي، يعني كتير. وحشنا كتير صحيح، كتير بقاله كتير قوي غايب عن الاضواء. واحنا دايما مش بس الاولمبي، كل الانديه الجماهيريه، الانديه اللي ليها رصيد شعبي وليها جمهور سندها في ظهرها، بتدي حلاوه ومتعه
للمسابقه. يعني انا فاكر الاولمبي زمان حقيقه، اولمبي، منصوره، ترسانه، كل دي انديه كان الاهلي حتى لما بيروح يلعب معاهم بره كنت بتلاقي كرنفال وعيد في الـ في الـ في, الـ في البلد او في الملعب اللي بيستضيف المباراه. طبعا احنا بنتكلم على بتكلم عن النادي الاولمبي، طبعا بقول اتمنى الاولمبي يرجع لمكانه الطبيعي، مكانه الطبيعي ان هو يبقى في الدوري ممتاز، مكانه الطبيعي في كل البطولات الاولمبيه. كنت بتلاقي النادي الاولمبي حوالي 3 او 4 او 5 لعيبه في الاولمبيات من النادي الاولمبي. اتمنى التوفيق طبعا لمجلس الاداره الجديد، اكيد مسؤوليه كبيره على عاتقهم المسؤوليه، ويقدروا يعني يرجعوا النادي الاولمبي. واللي انا بوصي بيه مجلس الاداره الاهتمام بالفريق الاول والحفاظ على الاستقرار داخل الفريق الاول في الكوره، بقيت طبعا كابتن احمد ساري وكابتن خميس جعفر وكابتن محمد صلاح وكابتن بوجي وكابتن اوشا وكابتن محمد عبد العال مدرب الحراس. اتمنى الحفاظ على الجهاز دوت وعلى مجموعه اللعيبه، طبعا مع كابتن فيصل حليوه وكان مدير للكوره. اتمنى طبعا الحفاظ لان هم ماشيين اول في البطوله، في المجموعه بتاعتهم. اتمنى المرحله الانتقاليه من المجلس القديم للمجلس الجديد فيها استقرار، يكون فيها حفاظ على مستويات جميع الالعاب. بتمنى لهم التوفيق طبعا ان شاء الله. خلينا نتكلم على الاهلي. الاهلي مش هتكلم على الاهلي ومقاولين الاول، عايز اعرف رايك في الاهلي الموسم ده. يعني من بدايه الموسم الجديد لعبنا 4 ماتشات، اسماعيلي، بنك اهلي، زمالك، وامبارح المقاولين. شايف اختلاف او فوارق بين الاهلي الموسم ده والموسم اللي فات؟ لا، هو طبيعي كما معودنا النادي الاهلي في البدايات ان هو بياخد المبادره، هو بيسجل العلامه الكامله طول المباريات. لكن اللي كان يعني غريب شويه على الفريق او على الجماهير او على الناس هي طريقه اللعب بتاعت مستر موسيماني. يمكن ده ظهر بشكل جيد في مباراه الزمالك، وقدر ان هو يحقق نتيجه كبيره جدا على يعني في مباراه القمه، الخصم طبعا كنادي الزمالك. المأخوذ على مستر موسيماني طريقه اللعب 3-4-3، ويمكن هنا مجموعه اللعيبه قدرت ان هي تنجح الطريقه بشكل كبير جدا. وكان واضح في مباراه البدايات مباراه الاسماعيلي ان الفريق متمرن على الطريقه دي، واللي منجحها بشكل اكبر هو اداء حمدي فتحي واداء طرفين الملعب اللي اتطوروا بشكل كبير جدا، وخصوصا اكرم توفيق. هم انا شايف ان هم ابرز العناصر اللي منجحه طريقه الرجل، سواء اكرم توفيق او علي معلول، مع المركز الجديد اللي انا بشوفه الحمدي فتحي. هو مش جديد عليه لان انا كنت متابع حمدي من ايام ما كان في دمنهور، وهو بيلعب المركز دوت اللي هو بيلعب ليبرو مقلوب قدام السرد باكين، وفي نفس الوقت اول ما النادي الاهلي بيفقد الكوره بيرجع كليبرو بيقدر يامن ورا السرد باكين مع ارتداد سريع من اكرم توفيق او علي معلول، فبيبين الطريقه هنا 5 في تقفيل في الدفاع. لكن في الهجوم انا بشوف ان ما يميز النادي الاهلي على مدار المباريات سواء في الدوري المحلي او على مستوى دوري ابطال افريقيا هو كثره المفاتيح اللعب اللي داخل الفرق. لعيبه ادائها اتطور بشكل كبير جدا، في نفس الوقت تشوف حمدي فتحي بيسجل وقليل دلوقتي، بتلاقي الديفندرات اللي في مصر اللي هي بتروح على الجون وبتسجل وبيقدر ان هو يشوط تيجي في العارضه، وعنده نزعه هجوميه. تراهن على الطريقه دي انه مستر موسيماني يكمل بيها الموسم؟ يعني بما انها اثبتت نجاح من بدايته، وخصوصا في ماتشين يعتبروا من العيار الثقيل، وماتشات الاهلي كلها كانت صعبه، حتى الماتش اللي قدام بنك الاهلي وماتش اللي قدام المقاولين اختلاف طرق اللعب يعني ما بين الزمالك والاسماعيلي اللي حاول ان هم يهاجموا الاهلي، فالمساحات كانت مفتوحه، فالاهلي قدر يسجل عدد كبير من الاهداف عن البنك الاهلي والمقاولين اللي لجأوا للزون ديفنس. بس في النهايه قدرت بنفس الطريقه انك انت تحقق العلامه الكامله. تتوقع ان مستر موسيماني يراهن عليها بقيه الموسم؟ ده اللي انا بشوفه واتكلمت فيه قبل كده، ان شاء الله بالطريقه دي وبمفاتيح اللعب اللي هي هتفرق معاك بشكل كبير جدا، وهي في حالتها الطبيعيه، وهي في حالتها الطبيعيه هتنجح لك طريقه اللعب. هي طريقه هجوميه وفي نفس الوقت دفاعيه مع عناصر، انا زي ما قلت لحضرتك هتقدر تنجح لك الطريقه. لكن ممكن تواجه صعوبه شويه مع الفرق اللي بتعمل تكتلات دفاعيه او قفل مساحات. وهنا زي ما بقول لحضرتك دايما او بقول لاي حد لما بتكلم على النادي الاهلي ان كتر مفاتيح اللعب داخل النادي الاهلي بتسبب مشاكل وازمات لاي فريق بيلعب النادي الاهلي، وخصوصا ان طريقه اللعب دي حتى لو في مشاكل ان انت اي فرقه بتقفل لك الاطراف، قفل لك الطرف اليمين او الطرف الشمال، بتقدر تهاجم من القلب عن طريق قفشه. وفي الطريقه دي ان قفشه عنده من الذكاء ومن القدرات الفنيه ان هو بيقدر يسحب نفسه ويخش رقم 10 او ما بيخش 10، وده بان في مباراه الزمالك في الهدف اللي جبناه بتاع اليو ديانج. اول ما قفشه سحب نفسه ودخل 10 بدا هو اللي بيلعب الفرقه، هو مفتاح اللعب وحلقه الوسط. أيوه. بين خط الدفاع والهجوم، وهنا الكره لما بتعدي على قفشه لا بيبقى فيه خطوره. هو دور حمدي تحديدا يا كابتن احمد بيتهيألي كمان مدي اريحيه كبيره جدا لعلي معلول واكرم توفيق في ان هم يزيدوا،
ويكملوا يعني في اوقات كتيره جدا بنشوف علي بقى بيلعب جناح اكتر منه لما قفشه بينزل نص الملعب او بينزل نمره 10، بنشوف علي معلول وبشوف ايمن اشرف مكمل ورا علي كمان في الحته دي، فعلي اكتر بالمين ان هو يكون جناح. ونفس حكايه بيرسي تاو لما بيفضي في الناحيه اليمين اكرم بيزيد وزاد كتير جدا في ماتش المقاولين امبارح. انا زي بقول لحضرتك اللي فارق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا هو طرفين الملعب فعلا مع الاكرم. انا بشوف من مباراه لمباراه او في المباريات الاخيره هو طور اداؤه الهجومي بشكل كبير جدا، بدا يهاجم بقى يبقى مفتاح لعبه مهم. وهنا من الفرق الكبيره لما بيكون عندك طرفين ملعب مفاتيح لعب، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول ان حمدي فتحي بيدي الاريحيه والامان ان اكرم وعلي معلول في نفس الوقت بيزيدوا في الناحيه الهجوميه، فتحس ان في ثلاثه واقفين سواء حمدي فتحي او بدر بنون او ياسر لما بينزل الناحيه الثانيه ايمن اشرف، فهنا بيدي تامين دفاعي. مع انا بشوف القوه البدنيه اللي عند اليو ديانج في حته الهجوم والارتداد في نص الملعب السريع مع السوليه ان هو بيقدر يعمل الزياده العدديه او بيكمل او بيعمل اسيست معين للفرقه او بيلعب ويكمل على الجون، فدي فرق كبير جدا مع اداء النادي الاهلي الفتره الاخيره. زي ما سالت الجمهور لازم اسالك مين الثلاث نجوم في مباراه الاهلي امبارح بالترتيب، اكتر ثلاث نجوم لفتوا نظر كابتن احمد عادل؟ قفشه، حمدي فتحي طبعا، محمد شريف طبعا في المباريات دي. مع كان في لقطه بس هي اللي انا بعلق عليها في شريف، لو معانا اللقطه دي، ان قفشه وهو جايب الكوره قطع قدام قفشه، هنا قفل على احمد عبد القادر وهو معدي من وراه. ده في الشوط الثاني بقى بعد التغيير. في الشوط الثاني هتلاقي قفشه جاي وقفشه هو عارف ان احمد عبد القادر معدي من وراه من الناحيه الشمال. فمحمد شريف خد السيرد باك وقام جاي برده على السيرد باك الثاني قفل المساحه. لكن هو في نفس الوقت لما بيبقى جاي قفشه بالكوره، مهم جدا ان انا افتح مساحه، مش لازم ان انا اخد الكوره، انا ممكن اتحرك تحرك افضي لحد تاني هو اللي ياخد الكوره. زي عبد القادر كده. زي عبد القادر. ايوه. قفشه، حمدي فتحي. قفشه، حمدي فتحي، شريف. محمد شريف. طبعا. حمدي فتحي علامه استفهام لانه هيغيب عن ماتش المحله بسبب طبعا انا عايز يا ريتني اجيب الكوره بتاعت حمدي من اولها الحقيقه، لانه يمكن ولغايه لما تجهز بس الكره دي. مين يعوض غياب حمدي؟ هل يرجع مستر موسيماني ل 4-2-3-1 في ماتش الغزل، ولا يحافظ على نفس الطريقه ويفكر انه مثلا اكرم ممكن يقوم بدور حمدي؟ يعني ازاي ممكن تفكر انك تلعب بالثلاثه 4-3 قدام المحله، وممكن مين يكون بديل حمدي فتحي من وجهه نظرك؟ انا اتوقع ان الراجل هيغير الطريقه، هيلعب، هيرجع ل 4-2-3-1، هيلعب بالسوليه جنب اليو ديانج، وهيلعب بثلاثه في الهجوم. هنا اتوقع ان هو يبدا باحمد عبد القادر الناحيه الشمال. يبدا بعبد القادر هيرجع الطريقه ممكن ل 4-2-3-1، وخصوصا انت يعني ممكن اكرم يلعبها، لكن انت دلوقتي اكرم ما هتفقده برده في الناحيه اليمين. الا لو عايز يدي فرصه لمحمد هاني ممكن. اكرم بيقوم بالطريقه دي، لكن اكيد مستر موسيماني في التدريبات هو حاطط اكرم على مستوى الثقه، يعني هو مستوى الاداء ما فيش شك انه اداؤه اكتر من رائع من الموسم اللي فات، بس السنه دي تحس انه واخد ثقه زياده شويه سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. بص يا احمد، دايما انا بقول كتر اللعب هو اللي بيتقلك، كتر اللعب هو اللي بيجيب لك فورمه المباريات، كتر اللعب هو اللي بيديك الثقه. الثقه اللي واخدها اكرم من الجهاز الفني وبيروح يلاقي نفس الثقه دي في منتخب مصر في المكان دوت، بيديله ثقة كبيرة جدا في أدائه سواء في الناحية الدفاعية. وزي ما بقول لحضرتك الثقة دي طورت من أداء أكرم بشكل كبير جدا في الناحية الهجومية. يمكن في بعض اللقطات بتلاقي أكرم على طول في التلت الأمامي، وده ما كانش موجود عند أكرم قبل كده، لكن ده بيرجع لثقة الجهاز الفني فيه. فورمة المباريات عنده بشكل كبير جدا، ربنا يحفظه من الإصابات. أكيد إضافة للنادي الأهلي في الجبهة اليمنى وإضافة لمنتخب مصر طبعا. صحيح. والمستوى والفورمة دي تخلينا نتكلم برضو على اثنين من أفضل باكات اليمين في مصر، محمد هاني وكريم فؤاد. صحيح كريم فؤاد بيلعب شمال ويمين، لكن يعني برضه مركزه وممكن ياخد فرصه فيه. لو بتكلمهم النهارده في ظل التألق الكبير جدا لأكرم توفيق تقول لهم ايه؟ اتمنى ان هم ياخدوا، يبقى ليهم دور، اتمنى يبقى ليهم دور، وده هيبقى راجع ليهم هم. المنافسه زي ما بطلع مع حضرتك بتكلم على طول، ان انا كمدير فني لو انا عندي اكتر من لعيب في مركز ده بيبقى حاجه ايجابيه للجهاز الفني، بيديني حافز انا حتى كلاعب ان انا يبقى عندي منافسه، غير لو انا بلعب لوحدي في مركز. ده بيديني منافسه، ده بيديني ان انا ادوس على نفسي اكتر، ده لازم يبقى ليا مكان. وزي ما بقول لحضرتك دايما ان صعب جدا
ان انت تاخد مكان داخل النادي الاهلي بالذات في اللعب، لان ال 25 نجم 25 طبعًا. منافسه مع كريم فؤاد، اتمنى ان السنه دي كمان حسنا قوي يا كابتن. زي ما قلنا التدعيمات كانت على اعلى مستوى، اعلى مستوى، وخصوصا بيرسي تاو، وان شاء الله ميكي سوني برضه يخش مع الفرقه. لكن التدعيم في المراكز ده سمه من سمات الفرق الكبيره، يبقى عندك لعيب واثنين وثلاثه في المركز. كان زي ما قلت لحضرتك وانا موجود في الجيل بتاع مستر مانويل جوزيه كنا خمسه ناحيه اليمين، لكن ده انا بشوف ان اللعيبه اللي على الدكه لازم تدوس على نفسها اكتر، تتمرن زي ما لو بتتمرن 100% قبل كده تتمرن 200% بحيث ان انت تاخد في المباريات اللي جايه. واتمنى التوفيق طبعا لكل اللعيبه. ماتش المحله، انت بتابع المحله الموسم ده؟ مش قوي، بس من الفرق يعني بلغه الكوره كده رخمه يعني. مش هترخم على النادي الاهلي، عارف انا زي ما بقول دايما ان النادي الاهلي هو كتاب مفتوح لكل الفرق. لا، هتبقى من المباريات الصعبه اللي هيواجهها النادي الاهلي. انا بشوف ان هي نفس مباراه البنك الاهلي كده، اللي هيبقى قافل على مفاتيح لعبك، هيبقى قافل على اللعيبه المهمه عندك. فاتوقع انها لا هتبقى مباراه صعبه على النادي الاهلي، اتمنى ان هو يعديها ان شاء الله. امبارح قلت انه غياب التوفيق كان عامل مؤثر جدا، انه ماتش المقاولين كان ممكن يخلص سكور كبير جدا. شفت ده ازاي؟ وانه الاهلي امبارح يعني طبعا كان في سوء توفيق، كان في تالق لابو السعود، ما حدش يقدر ينكر ده. ابو السعود شايل اكتر من كوره، كان في كوره في العارضه وكان في كوره في القائم، لكن امبارح احنا يعني ضيعنا فرص كتير. شايف انه لو عايزين نشتغل على ده، ومش بس بتكلم على محمد شريف كراس حربه، لكن الحقيقه امبارح روحنا كتير وكان في فرص لعدد كبير من لعيبه الاهلي بس ما ترجمتش الاهداف، دي علامه مقلقه بالنسبه لك؟ لا طبعا مش مقلقه خالص. هو كون ان انت بتوصل هنا، هنا عامل التوفيق لما بيبقى حلفك. انا مش مع الناس خالص اللي بتقول النادي الاهلي بيكسب حظ او النادي الاهلي بيكسب، ما فيش حاجه في الكوره اسمها حظ. هل امبارح الاهلي عامل كل حاجه في الكوره؟ لا كل حاجه، بس هيبقى ملازمك عامل التوفيق ولا لا، لان هو عنصر من عناصر اساسيه. تحس وانت في الملعب ساعات ان الماتش النهارده يعني هي مش عايزه، او الدنيا قافله، او النهارده مش يوم دي اوف زي ما بيقولوا، يعني وارد في كره القدم ان ده يحصل. بتتعامل ازاي، او انتوا بتتعاملوا ازاي وانتوا في الموقف نفسه؟ لا، محاولات، هي محاولات بتفضل مستمره عليها. وزي ما بقول لحضرتك هنا بيبقى في عندنا ثقه في اللعيبه، اللعيبه بيبقى عندها ثقه في نفسها، عندها ثقه في ان احنا نكسب. يمكن زي ما بيتقال على النادي الاهلي على طول هو ملوك التسعين في بيلعب لحد اخر دقيقه، ودي صفه من او سمه من سمات اللعيبه حتى داخل النادي الاهلي ان هي بتلعب لحد صفاره الحكم. لكن في بعض الاوقات لما بيكون غايب عنك التوفيق، فهنا لما بتكسب بيبقى خلاص، يعني اهم حاجه الثلاثه بونت، اهم حاجه ان انت عديت المباراه، وبتبدا تشتغل على عامل التوفيق ان هو يبقى ملازمك تاني، لان ده عنصر اساسي. وانا بشوف ان هو من اهم عوامل او العناصر اللي بتبقى في كره القدم وعامل التوفيق. اكيد لما عامل التوفيق يبقى ملازمك، يبقى المدير الفني شغال كويس، الجهاز الفني شغال عليه كويس، حتى اللعيبه قفلتهم مع بعض، اكيد هيلازمهم عامل التوفيق. وده بيظهر في المباريات، ان انت ممكن تضيع اهداف كتير جدا، بس ممكن من نص فرصه تلاقي هدف. ممكن زي ما بنشوف مباراه الزمالك، عامل التوفيق كان ملازم النادي الاهلي، كرة بتخبط وبتخش، هي عايزه لان النادي الاهلي اشتغل، النادي الاهلي اجتهد، لعيبه قافله على نفسها بشكل جيد، الجهاز الفني دارس الفريق بشكل جيد، فشغالين على عامل التوفيق. فانا بشوف طول ما انت بتشتغل على عامل التوفيق اكيد هيبقى ملازمك في المباريات، وده الحمد لله متوفر في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني النادي الاهلي. موسيماني السنه دي يختلف عن موسيماني اول موسم ليه مع الاهلي؟ يعني اي مدير فني اكيد بياخد فتره انه يتاقلم، اكيد ياخد فتره عقبال ما يوصل للاعيبته انه طريقته اسلوبه فكره بيبقى عايز ايه مش عايز ايه، حاله الانسجام دي بتاخد وقت طبيعي جدا. لكن انت شايف انه الكوره اللي بيقدمها السنه دي الاهلي مع مستر موسيماني، شخصيه مستر موسيماني مع اللعيبه، تفرق عن 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 اول موسم ليه، او تختلف عن اول موسم ليه؟ انا بشوف ان هو درس اللعيبه بشكل كبير جدا، قدر ان هو ازاي ينصهر داخل اللعيبه، يعرف امكانيات وقدرات اللعيبه، وخصوصا من الصعب عليك انت كمدير فني ان انت تحول طريقه لعب، وخصوصا مع النادي الاهلي، ان انت مطالب او ان انت بتجرب. انت ما ينفعش مع النادي الاهلي تجرب. أيوة. لان انت مطالب ان انت كل الماتشات تكسب، تحقق الثلاثه بونت، وهو ده الهدف. لكن ان انت توصل، انا بشوف ان دي مرحله زي انتقاليه صعبه جدا. ان انت تغير طريقه لعب نفس اللعيبه اللي معاك مع استقطاب بعض اللعيبه هتقدر تساعدك في تنفيذ الطريقه دي، انا بشوف ان هو نجح فيها بشكل كبير جدا. وده ان دل فيدل ان الراجل لا درس اللعيبه بشكل كبير جدا، خد الوقت الكافي ان هو يغير طريقه اللعب، واكيد نجح فيها بشكل كبير يعني. طيب ناخد اللعبه اللي انت طلبتها تعلق عليها، واجي اتكلم معاك على حاله الانسجام واهميتها. انت
طبعا دي الكره اللي انت انا بص لو هتلاحظ ان عبد القادر شريف في نفس الحته اللي راح فيها عبد القادر شريف. ممكن نرجع بس ثانيه نرجع كمان 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 هنا. بص ذكاء قفشه ان هو رايح على السرد باك رايح على السرد باك ما راحش في الاتجاه بتاع عبد القادر. يعني لو قفشه واخد الكوره وراح على عبد القادر هيقفل السرد باك هيلعب اكنه واحد على واحد. لكن تحرك شريف جاب السرد باك اللي معاه. ممكن نرجع شويه هنرجع بس شويه. هو شريف كان ياخد سمير ويروح الناحيه الثانيه. هو يروح الناحيه الثانيه هيبقى 2 على 1. يعني هو بدل ما يتحرك شمال يتحرك يمين هناك في البعيده يبعد. يعني يتحرك ياخد بظهره لورا شويه. هنا قفشه ممكن نمشي شويه هو هنا الموقف زي ما احنا شايفينه كابتن احمد 3 على 2. فاروق هيفضل ضاغط على قفشه. بص قفشه هتلاقيه رايح على فاروق. هتلاقيه رايح على فاروق. تحرك شريف كان لازم ياخد سمير ويفتح يمين هناك على اليمين. هنا في الحاله دي عبد القادر كان هيبقى فاضي خالص. هنا مع عبد القادر بص لو اتلعبت لعبد القادر سمير طبيعي. بص نقف هنا نقف هنا نقف هنا بس. سمير طبيعي لو شريف هناك سمير طبيعي هيروح على مين؟ على عبد القادر. في الحاله دي شريف هيبقى فاضي لان انت عندك الباك ليفت هناك متاخر. فهنا ممكن كان شريف يجيب جول. يجيب هدف. او كان ممكن قفشه يستنى شريف ياخد سمير ويفضيله ويقطم هو مع فاروق ويبقى هو منه لابو السعود على طول. اصعب موقف على السرد باك 2 على 1. 2 على 1 عشان كده التمارين مش عارف مش عارف انا هروح على معاه الكوره هروح على طول ولا هنا هنا يوسطا. لكن صعب جدا موقف 2 على 1 وخصوصا جوه ال 18. تمام. طيب خليني اكلم معاك على تقييمك لحاله الانسجام وخصوصا مع وجود 6 صفقات جديده. جمهور نادي الاهلي حاطط عليهم امل كبير جدا ومسؤوليه كبيره جدا. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عادل في السادسه. محمد هاني لكن هنا على المدير الفني او مستر موسيماني هيواجهوا صعوبه بشكل كبير جدا التوقيت. بس هي موضوع التوقيت او ممكن تلاقي 2 لعيبه جداد. يمكن نشوف احمد عبد القادر دخل الجمهور يعني بيبقى مستعجل. يعني الجمهور ممكن يبقى مش شايف حاجات كتيره جدا موجوده جوه اوضه اللبس او حاجات كتير جدا في وجهه نظر المدير الفني. وارد جدا انه ما بيديش للاعيب ده عشان خايف عليه عشان يحميه. يعني اقصد اقول شايف انه لو نزل في الوقت البدري ده ممكن يبقى بيحرقه او ممكن يبقى بيصدر له ضغط الناس ممكن تبقى مش حاسه بيه او مش متوقعه. خلينا نتفق ان النادي جمهور النادي الاهلي بقى عنده وعي بشكل كبير جدا. يعني وعي بشكل كبير جدا وحتى هتلاقي كل الدعم لما حتى في النهارده يعني بتقعد وانت بتتفرج. هو ميكسوني مثلا ما بيلعبش ليه؟ السؤال ده تسمعه كتير جدا فاهم. هو احمد عبد القادر وعمار ما بيبتدوش ليه؟ الناس عايزه تشوف كل النجوم من اول الموسم. فعشان كده انا بكلمك في الحته دي برضو لان انت عشت وخدت التجربه ففاهم حاجات او ممكن تنقل للناس حاجات الناس مش ما تبقاش داخله في حساباتها. لا دلوقتي انا زي ما بقول لحضرتك ان الجماهير النادي الاهلي بقى عندها الوعي خلاص. الفرقه بتكسب الفرقه ماشيه كويس. في بعض الوقت لما بلعيب بيبقى موفق مباراه او 2 هنا هتلاقي الجماهير بتطالب باللعيب البديل او الجهاز الفني حتى هتلاقيه مع مستر موسيماني بيقول له لا المفروض انا بشوف ان عبد القادر بدا يخش وياخد زي ما كان اساسي. اتوقع ان عبد القادر الفتره الجايه هيلعب بصفه اساسيه في ناحيه الطرف الشمال اتمنى قدام معلول يعني قدام علي معلول. لكن في اختيار التوقيت هي مسؤوليه كبيره جدا على المدير الفني. الدفع بالصفقات وخصوصا بتبقى لعيبه مميزه بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت اللعيبه اللي بتبقى واخده مكانها وعندها ثقه الا لو الفريق تعرض لحته الاجهاد. حته انذارات حمدي فتحي دلوقتي بيشوف حمدي موقوف. فهنا على البديل ان هو لازم لما يرجع او ياخد مكان حمدي لازم يؤدي بشكل كبير جدا. لكن لو ما اداش بنفس الصوره هتلاقي حمدي هيرجع وهياخد مكانه بصفه اساسيه. وهنا الفرص كل ما انت بتبقى صفقه جديده وما بتاخدش فرص او ما بتلعبش رصيدك بيقل. فعلى على كل اللعيبه اللي بره ال 18 حتى قبل اللي يتمرنوا بشكل كبير جدا لازم يبينوا للراجل لا احنا موجودين احنا صفقات اضافه واكيد الراجل هيديهم فرص الفتره اللي جايه ان شاء الله. على سكيل كده من 1 لـ10 تدي التحكيم في مباراه امبارح كام؟ 8 على 10. اتضايقت في لحظه من اللحظات بسبب التحكيم؟ يعني في وقت من او لقطه او واقعه ضايقت كابتن احمد عادل من قرار من كابتن غندور حكم المباراه؟ لا لا خالص. انا بشيد بشكل كبير جدا بسمير جمال حكم الرايه من الحكام وحسب اوفسايد صعبه جدا على بتاع فاروقه صعبه جدا ان هي تتحسب. لكن سمير دولي وكابتن احمد غندور مع كل
طاقم التحكيم، لا التحكيم في تطور، التحكيم في تطور بشكل كبير جدا، وده اسعدني بشكل كبير جدا. حته ما تلعب اهلي وزمالك تلاقي تحكيم مصري، عايزين نشيل اللغط ده خالص، عندنا ثقه في حكامنا بلجنه التحكيم، الا بقى لو عايزين حكام اجانب ده كل فين وفين. فاحنا عندنا ثقه في لجنه الحكام. والله يا كابتن احمد احنا قلناها مرارا وتكرارا وما فيش مانع نقولها مره ثانيه، انا اتمنى ما اشوفش حكم اجنبي على اسمه ورد على اي مباراه تخص فرقتين مصريين، واتمنى كمان واحلامي تروح لبعيد انه حكامنا المصريين يبقوا مطلوبين بره مصر، يروحوا يحكموا يديروا ماتشات في شمال افريقيا في الخليج العربي، يعني ده شيء يسعدنا ويشرفنا، لكن ده هيفضل في اطار الاحلام والطموحات اذا ما كانش فيه شيء بيترجم على الارض يقول انه الحكم المصري بقى مؤهل لده، وان سمعه الحكم المصري ومستوى الحكم المصري بقى يأهله لده. انا ببقى سعيد جدا بطبعا كل الحكام اللي بتطلع بتحكم بره مصر، سواء كابتن ابراهيم نور الدين، كابتن البنا، كابتن جاي جريشه، كل الحكام، مش عايز انسى حد، كابتن في حكام يعني بشكل كبير جدا متفوقين، كل ما بيبقى عندنا حكام دوليين دي اضافه للكره المصريه ولجنه التحكيم اكيد. يعني رؤيتك للتشكيل الاهلي الانسب في مواجهه المحله، اتفقت انه الراجل هيغير طريقته في توقعت يعني أنا أتوقع انه يغير طريقته في المباراه، اتوقع ان هو هيلعب 4-2-3-1، هيلعب بالشناوي وهيلعب بدر بنون، ايمن اشرف، ممكن اكرم توفيق، لو دخل في المركز بتاع حمدي فتحي اتوقع محمد هاني، لكن لو بدا باكرم توفيق ناحيه اليمين هيبقى علي معلول، وهيلعب باثنين اليو ديانج والسوليه، وهيلعب بقفشه، وهيلعب باحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف. الاهلي خارج المنافسه اذا ما الاهلي خارج المنافسه، مقدمات الموسم ده بتقول انه صعب انه فريق في الدوري ينافس النادي الاهلي السنه دي، فالاهلي خارج المنافسه اذا ما حصل ايه؟ او اذا ما تطلب الامر ايه؟ الاهلي خارج المنافسه؟ يعني مفيش حد هيقدر ينافس الاهلي على لقب الدوري ده اذا ما تم ايه او اذا حصل ايه؟ لا اتوقع المنافسه هتبقى شرسه. متوقع ان يبقى في منافسه. هيبقى في منافسه من بيراميدز، هيبقى في منافسه من الزمالك، هيبقى في منافسه فرق لا فيوتشر. منافسه نفس طويل. يعني نفس طويل. شايف الفرق دي مؤهله انها ما يوم نفس طويل، وخصوصا الفيوتشر دعم بشكل كبير جدا، المصري دعم مع مدير فني كبير. لا الدوري قوي السنه دي ومهمه، مش هتبقى سهله، لكن مع الطموح اللي عند النادي الاهلي، مع النفس الطويل، مع مجموعه اللعيبه اللي عندها مقومات البطوله، اتوقع بطريقه اللعب الجديده اللي مستر موسيماني بيلعب بيها، اتوقع مش على على المستوى المحلي بس، على المستوى الافريقي، اتوقع ان شاء الله ناخد دوري ودوري ابطال افريقيا ان شاء الله. طيب انا عايز اقف بس مع لقطتين، عشان انا وعدتكم ان انا هعرض لحضراتكم اللقطتين دول، الكوره بتاعت حمدي فتحي، الفاول اللي خد فيه كارت اصفر واتلغى وخد فيه كارت احمر، بس انا عايز ارجع للقطه دي من بدايتها، انه كان وارد جدا الموقف اللي حصل ده ما كانش يتطور لفاول معاكس علينا وكارت احمر يحرمنا. وبالمناسبه بس اكد انه حمدي فتحي هيغيب ماتش المحله بس، مش المحله وسموحه، عشان في ناس قالت انه الطرد ده هيؤدي لقاف حمدي ماتشين، لا حمدي هيتوقف مباراه واحده فقط هي مباراه غزل المحله، لكن كان من الاولى انه الكارت الاحمر ده اساسا ما ناخدوش، والفاول اللي اتحسب علينا في اخر في الوقت بدل الضايع ما يتلعبش، لانه كان في مخالفه اساسا لمحمد مجدي قفشه، مش عارف اللقطه كانت جاهزه معانا ولا لا، زي ما عرضت اللقطه بتاعت اكرم توفيق اللي اتكلمت فيها مع حضراتكم، وقلت انه اكرم في الفاول اللي خد فيه انذار الراجل، يعني صحيح كان داخل بقوه على الكوره، لكن ما كانش فيه اي عنف من ناحيته اتمارس تجاه مدافع المقاولين، وبالتالي كان من غير المفهوم تماما انه كابتن غندور، طبعا دي كره اهي، دي كره، الكره دي مش واضحه انها بنالتي، يعني خليني بلوش، مش واضحه، مش الكره دي مش بنسبه كبيره جدا تكون هدف، ايد لاعب او ايد مدافع المقاولين اللي حرمت كره قفشه من انها تكمل طريقها ناحيه المرمى، مش ممكن تبقى فيها بنالتي، الله اعلم. وعلى كل الاحوال برضو كان من الممكن جدا، لانه كان في كره مشابهه لحمدي فتحي اتحسبت اوريدي ضربه جزاء والحكم رجع للفار،
والفار اثبت او يعني حكم الفيديو اثبت انه الكوره مش ضربه جزاء. فكان من الوارد جدا انه على الاقل نرجع في كوره زي دي للفار، نرجع في كوره زي دي ونشوف الكوره دي ضربه جزاء لنادي الاهلي ولا لا. وبعد كده طبعا تطورت الامور لانه حكم الفار طالب بكارت احمر على الرغم انه كان في اثنين من لعيبه الاهلي غير حمدي فتحي مكملين في الكوره. حبيت بس اوضح النقطه دي، وقلت اقول لحضراتكم برضو انه اللعبه من بدايتها ضربه جزاء للنادي الاهلي، يعني كان من الواضح جدا انه في احتماليه تكون ضربه جزاء لكره محمد مجدي قفشه، وبالتالي ما كانش في هجمه هتترد علينا، وبالتالي حمدي فتحي مش هيعمل فاول، وبالتالي حمدي فتحي مش هيطرد وهيكون موجود معانا في ماتش المحله. اكيد بعض القرارات للحكام اكيد بتاثر على لعبه زي بتاعت حمدي فتحي، اكيد بتاثر على لعبه زي بتاعت ايمن اشرف. لكن انا بستغرب اعتراض لاعبي المقاولين ان هم كانوا عايزين كارت احمر. كارت احمر ازاي وفي اثنين لعيبه كانوا هيغطوا على لو ما اتعملش الفاول ده، كانوا في اثنين لعيبه هيغطوا على المهاجم بتاع نادي المقاولين. لكن في بعض القرارات اكيد بتبقى مترتبه عليها، لكن ده ما يقللش طبعا من ثقتنا في الحكام. طبعا طبعا، وهنا مش دي هنقول قصة، بس احنا برضو لازم يبقى في وقعه زي دي نطلعها ونقول انه في حق هنا، بنطالب على اقل تقدير، مش ان احنا نحاسب على اللي فات بقد ما نمنع ده في اللي جاي. يعني تعال نبص على الكره بتاعت اكرم. معلش ممكن تجولي كره اكرم لانه دي اكتر كره امبارح يعني جالي صدمه، او يعني ازاي اكرم ياخد في لعبه زي دي انذار؟ اكرم هو المعتاد عليه، شكل الكره ان فيها اندفاع من الاثنين، لكن الطرف اللي اذى الثاني هو لاعب المقاولين اللي دخل بخشونه وبعنف شديد جدا على اكرم توفيق. فازاي اكرم ياخد فيها انذار؟ ارجوكم تعرضوا لنا اللعبه دي مره تانية. متوقع ماتش الغزة كنت بتقولي انه هتبقى مباراه صعبه، هل شايف انه في حلول ممكن تكون او كروت ممكن تكون جديده تظهر لاول مره في ماتش الغزل، ولا مستر موسيماني هيعتمد على نفس الاسماء اللي اعتمد عليهم في اربع ماتشات اللي فاتت؟ لا انا اتوقع دخول احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لو عشان تغيير الطريقه، ممكن تغيير الطريقه، واحمد مفتاح لعبه مهم. ممكن اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان احمد اضافه قويه عبد القادر، وخصوصا لما كان بيقدم على نادي سموحه هو بيعرف يجيب جول، بيعرف يروح على الجون ازاي، بيتحرك كويس جدا، مفتاح لعبه مهم. اتوقع ان دخول احمد عبد القادر هيبقى اضافه للتشكيل الاساسي مع تغيير طريقه اللعب. الطريقه مش جديده على النادي الاهلي بعد الطريقه اللي كان بيلعب بيها مستر موسيماني 4-2-3-1. وزي ما بقول لحضرتك ان اي فريق هيلعب النادي الاهلي هيواجه صعوبه، ان عنده مفاتيح لعب كتير، سواء علي معلول او اكرم توفيق او احمد عبد القادر او شريف او قفشه. عندك 6 أو 7 مفاتيح تكمله بتاعت السوليه، ديانج والسوليه دي كره اكرم. معلش بقى انا عايز الريبلاي اللي من اللي على الخط، الكاميرا اللي على الخط، ونعيد او ناخد الاعاده دي بالتصوير البطيء. هنا يبان التحام عنيف بين الاثنين لعيبه، التحام عنيف بين الاثنين. الكاميرا اللي جايباها من على الخط من الزاويه الثانيه، الزاويه العكسيه، هتلاقي بالراحه بقى هنا نقف مع دي، نمشي بقى سنه سنه. هنا الاثنين نلاقي ان اكرم الاثنين بيعملوا تراي على الكوره، لاعبين المقاولين صحيح لعبها، اكرم كان بيحاول يلعبها، لكن اكرم ما لعبش على جسم المدافع المقاولين، بالعكس ركب اللاعب المقاولين الاثنين هم اللي داخلين في صدر اكرم توفيق. فاذا كان في لعيبه اذى في الكوره دي فهو بالتاكيد مش لاعب المقاولين. يعني على فكره لولا اكرم، يعني اعتقد يعني لولا اكرم مش قوي. ناشف وقوي قوي. اللعبه دي اي لعيب فيها كان خدها وطلع بره، ما كملش المباراه. انك تخش بالقوه دي وبالاندفاع ده بركبك الاثنين في صدر لعيب كوره، ده منتهى التهور، منتهى الايذاء. ممكن ما يبقاش فيها شبهه تعمد طبعا، لكن على اقل تقدير ما ياخدش فيها اكرم انذار. يعني ده كان تقديري الحقيقه، وما اعرفش طبعا كابتن عصام عبد الفتاح يقول في كوره زي دي ايه. لا انا كنت هي اللعبه ما فيهاش ايذاء، يعني ولا اكرم داخل ياذي، وفي نفس الوقت اللي اتاذى اكرم، يعني هو بيؤخذ على بعض اللعيبه ممكن الحكام اللي على درايه بكل اللعيبه في مصر. انا مش معترض انه يعني احسب الفاول المقاولي، يعني شايف انه في بوضح لحضرتك ان في لعيبه مؤذيه. أيوة. يعني في لعيبه داخل ياذي انا ولا داخل على الكوره، نيه تعمد الايذاء لا خالص، هنفيها من الطرفين، لا اكرم داخل ياذي ولا لاعب المقاولين داخل ياذي. والكوره همشي مع حضرتك انها ممكن تتحسب فاول للمقاولين على اساس انه لاعب المقاولين هو اللي لعب الكوره الاول. طيب. لكن في النهايه انت اديت اكرم انذار ليه؟
ما هنا ده اللي انا بتكلم مع حضرتك فيه، ان اكرم لو انا حكم عارف ان اكرم هو داخل يزي، هو داخل لعب على الكوره، وفي نفس الوقت وانا عامل تاكل مش عارف اوقف نفسي، وفي نفس الوقت انا اللي اتاذيت، يعني انا اللي اتاذيت، انا اللي الركب دخلت في صدري. ايوه فاهمني؟ فما تستدعيش ما تستدعيش الانذار، ما تستدعيش الانذار. صحيح. فهي دي النقطه. طيب هروح معاك شويه لمنتخب مصر. عرفت طبعا ان مستر كيروش اعلن القائمه النهائيه، رايك ايه في مستر كيروش الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه سريعا كده؟ مدرب كبير، مدرب كبير. عنده خبرات كبيره جدا، مدرب أي. عنده ثقه كبيره جدا في امكانياته وفي امكانيات لعيبه منتخب مصر. طب هشوف هتستمر على رايك ده بعد ما تسمع القائمه ولا لا. دي قائمه منتخب مصر النهائيه اللي هتشارك في كاس العرب ان شاء الله. في حراسه المرمى عندنا الشناوي، محمود جاد، ومعاه محمد صبحي، خط الدفاع اكرم توفيق، احمد فتوح، الونش، ايمن اشرف، احمد ياسين، محمد عبد المنعم، مروان داوود. في خط النص في حمدي فتحي وعمر السوليه ومهند لاشين، امام عاشور، عمر كمال عبد الواحد، احمد رفعت، قفشه، مصطفى فتحي، واحمد سيد زيزو، قدام محمد شريف، مروان حمدي، اسامه فيصل، وحسين فيصل. دي قائمه طبعا تم استبعاد 16 اسم من الـ 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 الاسماء اللي كانت موجوده مع المنتخب. خليني اقوله لكم سريعا برضه، اقولهم لكابتن احمد ابو جبل بره، طارق حامد بره، عبد الله السعيد، احمد فتحي، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، دونجا، احمد توفيق، احمد سمير، حسين الشحات، علي جبر، محمود علاء، صلاح محسن، حسام حسن، ياسر ابراهيم، وحسين السيد. دي الاسماء المستبعده. شكل اختيارات الراجل كده وهو رايح يلعب في بطوله الكاس العرب بتقول انه بيفكر في البطوله دي ازاي؟ بص، هو يؤخذ على المدربين البرتغاليين ان قلبه جامد. يؤخذ ايه يا كابتن احمد؟ على المدربين البرتغاليين قلبه جامد. يعني قلبه جامد. قلبه جامد. ده انت بتتكلم على مانويل جوزيه. لا. اكيد طبعا. لا بص، البرتغاليين كلهم هتلاقيهم كده يعني عنده قوه قلب في تشكيل بس ده مش جمله قلب، دي مغامره كبيره قوي. يعني واضح بص ان الراجل مش بيفكر انه رايح ينافس على البطوله، ولا ممكن يكون بيفكر المنافسه؟ لا، اللعيبه اللي ضمها لعيبه جيده جدا وبتأدي بصوره جيده جدا، واللي انا كنت متوقعه انه يبقى في القايمه كمان خالد الغندور لاعب نادي الاتحاد. لكن ان شاء الله هيبقى ليه فرصه، ان شاء الله هيبقى ليه فرصه. مع انا ما اتكلمش على خالد ان هو يقدم مباراتين او ثلاث مباريات. خالد ما شاء الله مع نادي الاتحاد مأدي ثلاث مواسم من احسن ولا اروع، وخصوصا انا عارف امكانيات خالد الغندور كويس. لكن الاختيارات سواء كل اللعيبه الجديده، وانت هتلاقي يا استاذ احمد اللي هو اختار او غير في الثلث الامامي. كل اللعيبه اللي اختارها جديده هتبقى في الثلث الامامي، لكن محافظ على خط الدفاع، محافظ على وسط الملعب، مع ان في بعض اللعيبه في الثلث الامامي عندها خبرات زي قفشه من الثلث الامامي هتلاقي عنده خبرات. مين بالنسبه لك من الاسماء الجديده ما كانش مفاجاه؟ ما كانش مفاجاه. لا، عمر كمال طبعا. عمر كمال لاعب فيوتشر. ايوه. مع بعض اللعيبه اسامه فيصل لعيب كويس جدا، بيأدي وده بيدي اطمئنان للعيبه في مصر. ان منتخب مصر مش مقفول على 30 لعيب او على 25 لعيب، وبيدي امل. وهنا الراجل من الذكاء بتاعه ان هو دخل حوالي 6 أو 7 لعيبه وجوه جديده على المنتخب، مع طبعا مصطفى فتحي. لا، بيدي امل للعيبه في مصر، لان انا بختار من قاعده كبيره. في فرق لما انا بختار، وخصوصا انا بقول لحضرتك من الدوري السنه اللي فاتت والسنه دي واللي جايه هيبقى من اقوى الدوريات. بس بطوله العرب دي واحده من محطتين مهمين جدا في مشوار التاهل لكاس العالم. يعني انت مش رايح بس، انت رايح بالتاكيد تجرب وتقرب من اللعيبه وتشوف اللعيبه اللي عندها الخبره الدوليه، او بمعنى اصح اللعيبه اللي انت هتراهن عليها في الماتش الفاصل بتاع كاس العالم. ما كانش من الاول انك انت تعتمد على الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده في الماتشين دول؟ لا، انا اقول لك برده من ضمن مميزات، برده هنرجع للمدربين البرتغاليين، ان هو بيفكر لقدام، ان انا بفكر اعمل منتخب مصر في المستقبل. حتى هتلاقي متوسط الاعمار في المنتخب ما بين 23 و22 سنه، مع لعيبه كبيره موجوده زي ما بقول لحضرتك، محافظ على القوام الاساسي. لكن هو عنده رؤيه، ان عمر مرموش بيرجع وبيديله بسبب سنه لكن اتصاب. هنا الراجل
لا البطوله دي ما فيهاش محترفين. لا قصدي ان هو لما جابه قبل كده وكله كان مفاجاه بالنسبه لمصر كلها عمر مرموش وادائه. مفاجاه بالنسبه لي. لا لعيب جيد جدا. احنا قلنا ما كانش مفاجاه كتير قوي ايام كابتن حسام البدري انا متابعه من هو في وادي دجله. واتكلمنا على احمد حمدي برده من قبل ما يحترف هو في وادي دجله لان انا كنت اعرف المدرسه اللي كانت داخل وادي دجله كان عمر مرموش منها. امالك وطموحاتك المنتخب المصري راح ينافس في كاس العرب ولا راح يجرب ويعمل منتخب جديد؟ لا اتوقع مع مجموعه اللعيبه هينافس وهيفرز لعيبه بطوله هتفرز لعيبه لعيبه المنتخب مصر وده هيبقى اضافه قويه هينافس كابتن احمد ان شاء الله. طب هيبقى لنا لقاء تاني بعد البطوله هيهانت خلاص ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا النهارده في استوديو احمد. ربنا يخليك وانا من الحوارات اللي بستمتع بيها دايما. شكرا ليك واحنا بنستمتع بوجودك دايما معانا على شاشه النادي الاهلي وبنستمتع بمتابعه حضراتكم لينا. مره ثانيه الف مبروك وهانت ان شاء الله كلها يومين ونستمتع ان شاء الله باذن الله بعرض قوي جدا للنادي الاهلي في مواجهه غزل المحله. كل التوفيق لرجالتنا في البحث عن النقطه رقم 15. بشكر حضراتكم على متابعتنا ونتقابل بكره على كل خير ان شاء الله على شاشه النادي الاهلي في تمام السادسه.